قرة السنة الميلادية الجديدة 2021. أهلا بكم إلى النشرة الرئيسة. سنة سعيدة نتمناها للجميع. إلى أبرز العناوين: صدور قانون المالية لسنة 2021 في الجريدة الرسمية بعد التوقيع عليه من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. دخول إلزامية توفير آليات الدفع الإلكتروني حيز التنفيذ في مختلف الأنشطة التجارية تكريسا للرقمنة التجارية. نشرية خاصة تحذر من تساقط الثلوج على مرتفعات شمال الوطن وارتقاب أمطار رعدية غزيرة على ولايات غرب ووسط البلاد. الدائرة الحدودية باب العسة بتلمسان تتدعم بالعديد من المشاريع الحيوية، ومنطقة تيني بجانات تشق طريقها إلى التنمية. ونختم ثامنة الفاتح يناير بجولة عبر جنبات مسجد سيدي الصوف العتيق بقصبة بجاية.